زايد الساروجي. ليصلحني فأنا أنا صالح. تعهده يؤدبه يعلمه ليصلحه فأنا أنا صالح. تعهده يؤدبه يعلمه ليصلحه فأنا أنا صالح. لزمت السفار وجبت القفار وعفت النفار لأجني الفرح وخضت السيول وردت الخيول لجر ذيول الصبا والمرح. سجلت كل ما سرق؟ سجلت. حسنا انصرفا، سينال لصه جزاء وسيرد إليكم المال بإذن الله. وما ستفعل بحارسك الأمين يا صاحب الشرطة؟ اطمئن اطمئن، لقد أرسلت من يقبض عليه. حسنا. يا سيد القاضي، يا سيد القاضي، أنقذني ورد الظلم عني. جئت أرفع الأمر إليك فاحكم بما يمليه الواجب عليك. ما عمرك؟ ومن هذا المومياء الذي معك؟ هذا المومياء هو صالح يا سيد القاضي. صالح؟ صالح. تذكروا أنكم في مجلس قضاء، فهمتم؟ اجلسه اجلسه. هات شكواك يا رجل. سأشرح لك كل القضية فاستمع إليها يا سيدي بروية، ثم احكم متذكرا العاقبة بما تراه مناسبة. كان يعمل حارسا هذا الشاب، فجاءه رجل متنكر بمثل هذه الثياب. نعم، فزجره وأمره بأن يبتعد إلى البعيد، معرفا عن نفسه بأنه صاحب الشرطة الجديد. فصدقه المسكين مبتعدا وظل من خوفه مرتعدا، فسرق اللص ما سرق بكل وقاحة، ثم هرب مسرعا بكل راحة. وعندما علم أصحاب الدكاكين بسرقة أموالهم ضربوا هذا المسكين، ضربه كل بدوره دون أن يعرفوا جلية أمره. وهكذا دواليك بدل أن يرفع أمره إليك. لماذا؟ لماذا؟ أليس في البلدة دار للقضاء؟ ألا يثقون بالقاضي؟ أم أنكم تتهمونه بالتغاضي؟ ويحكم، أنا أتغاضى؟ كل منهم يا سيد القاضي جعل من نفسه قاضية وضربه متمادية. ليس من الحق والعدل هذا العمل مهما كان صالح ومهما فعل. إني أطالب برد اعتباره إليه، وكذلك بألا تحكم عليه، بل على هؤلاء، وبدفع مبلغ من المال كجزاء. فهذا الشاب يحتاج للعلاج وللدواء. كم تطلب يا صالح من كل واحد منهم؟
500 دينار. 5000 دينار. 500 دينار. 500 دينار. إني أحكم على كل واحد منكم أن يدفع 300 دينار ولينفذ فورا. وما ليضيع يا سيد القاضي؟ نحن الآن بقضية ضرب صالح، وبعد ذلك سنعود إلى مالك ليدفع كل منكم أمام القاضي الآن. الآن أمهلني يا أبا زيد، ليس معي سوى المئة دينار التي سرقت. حسنا سوف أمهلك. وأنت؟ أنا سأدفع لك فور وصولي إلى الدكان. حسنا. يا والآن إني أحكم على صالح برد المال إلى أصحابه. حسنا. وإلا فليسجن. حسنا يا سيد القاضي، سآخذ منهم وأردهم إليه، وما يتبقى يا سيد القاضي سأدفعه لك لتوزعه على الفقراء بمعرفتك، فنحن في شهر رمضان المبارك أدامه الله عليك وأعاده علينا وعلى جميع المسلمين. أمين. انصرفوا الآن. هيا تعال يا صالح. إلى أين؟ إلى أين؟ ما زال أمامه أسئلة وأجوبة. تعال معي يا صالح إلى دار الشرطة لنرى من هو الذي يغرر بك في كل مرة، ومن هو الذي ينتحر اسمي ويتصرف مثلي. نعم هيا. كم أنا بشوق لمعرفة هذا المحتال ولما عليه يحتال، وفي كل مرة كان يوقعني في شر الأعمال. إني أود التعرف إليه قبلك لأنتقم منه مثلك. تعال يا صالح، تعال يا صاحب الشرطة. تعال هيا. السلام عليك يا سيدي. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك. لا تبكي إلفا نأى ولا دار، ودر مع الدهر كيفما دار، واتخذ الناس كلهم سكنا ومثل الأرض كلها دار. الله، ولكن أين أنت بنات أفكاري؟ يا ابن خالي، يا ابن خالي، ما بك؟ أرأيت بنات أفكاري؟ بنات أفكارك وحش. عم تبحث يا أبا الأدب؟ عمه، كنت أبحث عن بنات أفكاري. بنات أفكارك ستأتي بعد قليل. هي قالت لك؟ نعم، هي قالت لي اجلس صامتا وانتظرها. شكرا لك. سلام الله عليكم. وعليك السلام. ها، ماذا فعلت؟ أعتقد بأني سأكسب الشرط.
وأطلب منك ما أشاء. كيف هذا وتلميذك طالح لم يعد حارسا؟ ما زال حارسا، هذا هو اليوم الثاني له وسيستمر بإذن الله. حقا يا أبا زيد، ويحك، كيف أقنعت صاحب الشرطة ليبقيه حارسا؟ لا لا لا، هذا سر لا أبوح به لأحد. أبا زيد، كم يوما تمهلني لأجمع 300 دينار؟ إني أعفيك من دفعها، لا نريد منك شيئا، ادخر وتزوج وليبارك الله لك. شكرا لك يا أبا زيد، بارك الله فيك، سأدخر المال، وعندما يصبح معي 300 دينار سأضرب صالح. معك 300 دينار؟ لا. إذن ابتعد عن طريقي، لا تقترب مني إلا ومعك 300 دينار. أبا صالح، أبا صالح، ما زلت حارسا في الشرطة؟ أرجو أن تبقى حارسا يا بني، فأنا أريدك صالحا لا طالحا. إني صالح. سنرى. يا صالح، إياك أن تخبر أحدا بما اتفقنا عليه أنا وأنت وصاحب الشرطة. يجب أن نقبض على اللص الذي يخدعك في كل مرة ويجعلك لا تستقر في عملك أكثر من يوم واحد، فهمت؟ بالطبع بالطبع فهمت يا أبا زيد، فهمت، لن أتكلم أبدا. حسنا، اذهب ونم الآن حتى المغرب، لأنك ستسهر الليلة في الحراسة. حقا، سأذهب للنوم إذن. إلى اللقاء. إلى اللقاء. كم جمعت حتى الآن؟ 105 دنانير. لا تكن بليدا كسولا، اعمل اعمل حتى تصبح 300 دينار. يبدو أنك متشوق لتضرب. لست متشوقا، وإنما أعرف جيدا بأنك طوال حياتك لن تجمع 300 دينار. ماذا تقول يا سلامة؟ أحقا عاد للحراسة؟ نعم يا سيدتي، هذا ما عرفته الآن من السوق. حسنا يا سلامة. فراشي، أين أنت يا فراشي؟ أريد أن أنام. فراشك في غرفتك يا صالح، ولكن أخبرني، هل اختار لك أبو زيد اليوم عمل؟ لا أدري بعد، فهو لم يختر. اعمل بائعا في السوق. حالما أنتهي الليلة من القبض على اللص سأعمل في السوق. وهل اتفقت مع أبي زيد؟ اتفقت مع صاحب الشرطة وأبو زيد على أنه حالما يقترب مني أحد أثناء حراستي هذه الليلة سوف أسعل، فيهجم أبو زيد كالأسد الكاسر وصاحب الشرطة كالنمر المتوحش ويقبضان علي، فأرتاح أنا منه وأعمل دون مضايقته، وبذلك نكسب الشرط. حسناً، اذهب للنوم يا صالح، فأنت بحاجة إلى النوم والراحة لأن أمامك عمل شاق اليوم. فراشي، فراشي، أين أنت يا فراشي؟ فراشي. سلامة، سأذهب إليه الليلة. هذا ما أريده منك. سأفكر في خطة ننفذها الآن. حسنا. أه
هلم بنا يا أبا زيد، فقد اقترب وقت السحور. اذهب أنت فسأبقى قليلا مع صالح. وأين صالح؟ سيحضر بعد قليل مع صاحب الشرطة. على بركة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبا زيد، أنت هنا؟ إني أنتظركما. لقد أفهمت صالح مجدداً عما يجب أن يفعله إذا شاهد أحداً هنا. هل فهمت جيداً يا صالح؟ فهمت. سوف أسعل فتدخلان علي، ولكن أين ستختبئان؟ هناك بحيث لا يرانا أحد. تعال يا أبا زيد. انتبه جيداً يا صالح. إني منتبه. أين هو؟ من أين هرب؟ عمن تسأله؟ اللص، ألم تسعل؟ أنا سعلت يا صاحب الشرطة. لم أسعل. ماذا فعلت الآن؟ لا شيء. يا إلهي، إياك أن تسعل دون سبب. حسنا، هيا. أصبح للسعال أسباب. أليس المرء حرا في أن يسعل عندما يشاء ووقت ما يشاء؟ اصمت، وإلا هجم وقبض عليك. من أنت؟ أنا لص. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. وأنت؟ أنا بخير. ما جئت تفعل هنا؟ جئت أسرق. أحسنت. ماذا أفعل؟ فأنا يتيم الأب والأم، مسكين وفقير، فقير جدا. لا، حتى أنني لا أملك في بيتي كسرة خبز. لا، صدقني، عندي عشرات الأولاد لا يجدون ما يأكلون، فأنا أسرق لهم كل ليلة وأطعمهم. فإذاهم أسرق يبقون بلا طعام. الصغير هندي عمره 3 أيام فقط. 3 أيام فقط؟ نعم، 3. قال لي هذا الصباح: يا أبي، لقد نسيت لون اللبن فاشتري لي منه. منذ ماتت أمي لم أعرف لونه ولا طعمه. وهل ماتت أمه؟ نعم، ماتت منذ عام. لقد قطعت نية قلبي.
ما معنى نياط أيها اللص؟ مثلي مثلك لا أعرفها. هل أخبرتك بما قالته لي ابنتي بالأمس؟ لا لم تخبرني. لها من العمر 6 أشهر. قالت لي: يا أبي أريد ثوبا من الحرير الأصفر وعباءة من الديباج الأخضر. فقلت لها: من أين؟ من أين وحراس السوق قساة القلوب لا رحمة لهم ولا شفقة؟ لو أن واحدا يسهل علي الأمر ويمكنني من السرقة لاشتريت لك الديباج والحرير ولأخيك اللبن والطعام. ولكن ماذا أفعل؟ من أين لي بحارس كريم حنون عطوف يسمح لي أن أسرق؟ من أين لي بحارس كريم عطوف مثلك؟ دعني أسرق. أسرق أسرق. ولكن من هذا الدكان فقط. ستدعني أسرق دكان أبيك؟ وإياك أن تقترب من غيره، أبي أغنى التجار. حسن، إياك أن تقترب من غيره. حسنا كما تريد. ألم تصعد؟ أنا؟ أي لص؟ يبدو أني نسيت الأمر. اذهب بسرعة. نسيت الأمر. هيا أخرج، لقد ذهب. هل وفقت؟ لم أجد سوى 1000 دينار فقط. فقط؟ فقط. وماذا ستفعل؟ اسمع اسمع، خذ خاتمي هذا، لقد اشترته لي أختي زينب 300 دينار. شكرا لك. هل تسمح لي بسرقة دكان آخر؟ لا 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 لا، دكان الحداد مثلا. أعوذ بالله، سيضربني. الصاعق الصاعق. لا لا لا، اذهب قبل أن يراك أحد. اسمع، لا تنسى أن تبلغ سلامي إلى ابنك الصغير وابنتك الصغيرة. اسمع، لا تحرمهما من شيء. ها؟ اسمع، اشتري لهما الحرير واللبن والديباج. فهمت؟ فهمت. استودعك الله. مع السلامة. ماذا تريد؟ لا شيء. ولماذا ناديتني؟ أنا قلت لك مع السلامة. حسنا حسنا، سلام. آه، من لص أحمق. قلت له مع السلامة فظن أني أناديه. عن الضحك يا صالح. صالح، ما بالك؟ ما الذي يضحكك؟ أف لك، ما الذي يضحكك؟ أمور كثيرة يا أبا زيد. ما هي؟ هي كثيرة جدا. هاتها واحدة فواحدة. لا أستطيع يا أبا زيد. لماذا؟ إنها أسرار، أسرار يا أبا زيد. صالح، هل أخبرت أحدا بما كنت ستفعله بالأمس؟ لا 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 لا، أبدا 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 أبدا. ولكن يا صالح، كيف عرف اللص بأننا نكمن له؟ لعلك أنت من تكلم، أو صاحب الشرطة. صاحب الشرطة لم يخبر حتى مساعدة، وأنا لم أتكلم. عدتما؟ نعم،
وأين هما؟ من هما؟ خفاح حنين. خفاح حنين، هل قبضت على اللص؟ من أخبرك؟ صالح. أخبرتها يا صالح؟ أخبرتها وأخبرت سلامة. حسناً، سأوقظ أبي لصلاة الفجر. يا له من أمر مضحك يا صالح، يا له من أمر مضحك، يا له من أمر مضحك يا صالح. أي أمرنا أبا زيد؟ الأمر الذي تضحك من أجله. وهل تعرف ما يضحكني؟ بالطبع، فهو أمر حدث لك بالأمس. ما هو؟ لا 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 يا صالح، تخبرني فأخبرك. ستخبرني؟ بالطبع، بعدما تخبرني أنت. حسناً. أول أمر أضحك علي منظر أبي وهو يفتح الدكان ويبحث عن ماله فلا يجد. يا له من مشهد مضحك يا صالح، يا له من مشهد مضحك. والأمر الثاني هو اللص. اللص؟ بعدما سرق دكان أبي قلت له مع السلامة. وقلت له مع السلامة؟ فتوقف فظن أني الغبي أني ناديته عندما قلت له مع السلامة. الحمد لله. على أي شيء تحمد الله يا أبا زيد؟ أحمد الله على أنك لم تخبر صاحب الشرطة بذلك، لأننا كنا قضينا رمضان والعيدين ضيفين على السجن. صالح، والآن أخبرني ماذا حدث. لم يحدث شيء يا أبا زيد. ودكان أبي من سرقها؟ اللص. وكيف سمحت له بسرقتها؟ يا أبا زيد، لدي عشرات الأطفال ويريد أن يطعمهم ويشتري لهم اللبن والحرير والدباج. تصور، لدي طفل عمره 3 أيام فقط وأمه ماتت منذ سنة. أليس يتيما ومسكينا يا أبا زيد؟ بالطبع بالطبع يا صالح، عمره 3 أيام فقط وأمه ماتت منذ سنة. قل لي يا صالح، أنا رأيت اللص، أليس هو الذي جاء بالأمس وسرق؟ أعتقد هذا. حسناً، أخبرت زينب بالأمر وسلامة، وتوقف اللص عندما قلت له مع السلامة. ظن الغبي أنك ناديت. نعم نعم. حسناً حسناً،
سلامة يا سلامة. وماذا تريد من سلامة؟ أسعد الله صباحك يا أبا صالح. أي سعد سأراه في صباحي وابني ترك اللص يسرق دكاني؟ أسمعت يا أبا صالح؟ سمعت ولكن يا اسمع يا أبا صالح، أنا أكفل به وأرد لك مالك كاملا. هذا ما كنت أود أن أقوله. ولكن يا أبا زيد، إلى متى تكفل به؟ ألم تدرك بعد بأنه طالح؟ إذن هو طالح. بل صالح. بل طالح. بل صالح. طالح. صالح. طالح. صالح. طالح. صالح. طالح. اسمع، أنا طالح، أقصد أنا صالح. أبو زيد الساروجي؟